السلاح عندما يوجه للأمريكان هو صحيح، ولكن هو أي سلاح يقتل أمريكي صحيح، أي بندقية مصوبة على المارينز صحيحة، أي خطف وذبح لأمريكي في العراق صحيح. ولكن بد من تحية هذه الجماعة عندما تقتل أي أمريكي عسكري مش مدني، برضو مش مدني. وبقول إن وجود جماعة القاعدة داخل العراق في حالة مقاومة أو كجزء من المقاومة ظاهرة إيجابية ينبغي دعمها على الإطلاق، على الإطلاق. أنا مع القاعدة عندما تقتل الأمريكان.